لما جيت هنا اتبسطت جدا، اتعلمت حاجات كتير قوي قوي. هاي كواليتي ترافيك، يعني الناس بتخش وتقعد وتخش ما بيقرا بقى ويخش على كذا بيج. فعلا بعد الكورس اللي اخدته مع دكتور تامر اعتقد ان انا هغير طريقة شغلي. دي كانت تجربة مختلفة. انت لما تيجي تعمل URL، URL ده اللي هو اللينك، لما تيجي تعمل مقال هتحط لينك، هتحط في اللينك ايه؟ keywords دي. يعني انا عايز حاجات ماركتنج فدايما بحط كلمة ماركتنج، عايز براندنج بحطها في اللينك بتاعي. اكتر بنفيت كان بالنسبه لي ان دكتور تامر بيدي النوليدج وعليها الاكسبيرينس بتاعته كمان، فده كان حاجه حلوه جدا. دكتور تامر من احسن الاختيارات اللي موجوده في الماركت المصري حاليا.